حسين المصطفى. تاكسي تاكسي. اتفضلي. وركبتي العربية؟ كان بقالي ساعة الا ربع تقريبا واقفة اتحايل على أي تاكسي عشان يوصل. يعني ركبتي العربية؟ هي دي الغلطة الوحيدة اللي هفضل اندم عليها طول عمري. راشد عبد الغني. راشد عبد الغني تحت امرك. اتفضل. شكرا. انت تعرف الانسه؟ سعادتك تقصد المدام؟ اه طبعا اعرف. افتح المحضر يا فتحي. يا راشد يا اخوي، انا برضه لسه لغايه دلوقتي مش داخل دماغي ازاي قدرت تلفت من المشكله دي. شطاره يا حافظ. شطاره؟ شطاره. اقول لك على حاجه، ما دام بتلعب لعبه لازم تعمل حساب اللي بيلعب قصادك، كده ما يبقاش فيه مفاجاه. ايوه بس انت قلت لي ان ميرفت دي عمرها ما لعبت اللعبه دي، وان تصرفها معاك كان مفاجاه. فعلا فرستني بنت الايه؟ البنت الوحيدة الجريئة اللي قابلتها في حياتي. تصور يا حافظ، حكت لأهلها على كل اللي حصل وبلغت النيابة. انت قلت في بداية كلامك انه الاعتداء عليكي تم وانت في غير وعي، يعني كنت تحت تأثير المخدر. ايوه. ازاي ده حصل؟ الهرم مش كده؟ ايوه. من حسن الحظ انك في سكتي. ارجو اني ما اكونش هعطلك. ابدا ابدا يا فندم، انا كنت رايح الجيزه يعني قبل النفق، حضرتك في الهرم يعني بعد النفق، يبقى فرقها النفق ولا ايه؟ والله الواحد بيصعب عليه الستات في الظروف اللي زي دي، يعني لو كل انسان عنده عربيه ممكن يحس ان اخته او امه او بنته ممكن تتعرض للضيق من مشكله التاكسيات دي. ما كانش يتردد ابدا في اللي انا بعمله دلوقتي، لكن نقول ايه؟ الازمه ازمه اخلاق يا انسه. كان واضح انه صادق في كلامه، خصوصا انه كان متجه بالعربيه فعلا ناحيه الجيزه. ما تحبيش تسمعي اغاني؟ لا ابدا. اصل الاغاني الشعبيه دي بقت موضه برضه زي حكايه التاكسيات اللي ما بتقفش. الانسه باين محرجه ولا متضايقه؟ لا ابدا. اصل انا في الحقيقه اهلي وعلى طبيعتي واحب معرفه الناس، بيقولوا عليا غلباوي. يمكن اكون دوشتك ولا حاجه؟ بالعكس، انا اللي متاسفه على ازعاجك. بالعكس، دي فرصة سعيدة جدا. بالمناسبة دي اسمحي لي اعرفك بنفسي، اسمي راشد عبد الغني، المهنة مهندس زراعي. استقلت من الحكومة اول ما تعينت فيها، عملت بعد كده مزرعة دواجن على قدي حواليها جنينة موالح وهي مستورة والحمد لله. اصل انا ما طيقش قعدة المكاتب، احب ابقى حر، احب اعيش كويس، اتمتع بحياتي.
كل واحد هياخد ايه من الدنيا؟ عندك عربيتي دي مثلا كل سنه لازم اغيرها. حضرتك متجوز؟ يا ريت، دي الحاجه الوحيده اللي ناقصاني. اصلها فكره تخوف. ليه؟ اصلي مسرف قوي، ما اعملش حساب لبكره، والستات ايدهم ماسكه، مين بقى تستحملني؟ انت ظاهر فكرتك وحشه قوي عن الستات. بالعكس، انا بعذر اللي حظها وحش وتتجوزني. يعني حضرتك صدقي مثلا ان في واحد يدفع في ازازه كولونيا ما يوازي 30 جنيه استرليني؟ ياه. انا اشتريت ازازه كولونيا من محل بيير بالمان لما كنت في باريس، ثمنها حوالي 30 جنيه استرليني. يا خبر، دي غاليه قوي. اهي يا ستي. الله، شكلها حلو قوي. امال لو شميت ريحتها. شم كده وقولي لي تستاهل ولا لا. ده كل اللي فاكراه لغايه ما فقت وعرفت ان كنت ضحيه مجرم مجرد من الانتباه. قصدك تقولي ان الكولونيا اللي شميتيها من المنديل كانت عباره عن مخدر؟ بدليل ان بعد ثواني ابتديت ادوخ وعينيا تزغلل، وبعد كده ما حسيتش باي حاجه. يا راشد، يا راشد يا حبيبي، يا راشد يا اخويا، انا برضو لسه لغايه دلوقتي ما عرفتش انت خرجت من المصيبه دي ازاي. البت وقالت الحقيقه، وهو ده بالظبط اللي انت بتعمله مع كل واحده. حافظ. نعم. انت هتفضل طول عمرك غبي يا حافظ. البوليس والنيابه ما لقوش ازازه الكولونيا. ثم الحكايه فات عليها مده طويله، هيثبتوها ازاي؟ غير بقى اللي انا قلته في التحقيق. الاستاذ صادق الكاشف المحامي. اقوالك. تؤمر سعادتك. انت اقريت بانك تعرف الانسه. طبعا. ولو اني ما كنتش اعرف ان اسمها ميرفت. اصلها ليلتها قالت ان اسمها تيتي. ازاي وفين وامتى شفتها لاول مره؟ لا كده بقى المساله تتلخبط في دماغي. معلش يا فندم، اصل انا راجل مرتب في حياتي، احب ترتيب الاسئله عشان اجاوب سعادتك الاجابه المظبوطه. اتفضل. امتى؟ امتى دي من حوالي 3 اسابيع، يمكن يوم ناقص يوم زايد، ما تفرقش معايا. كمل. فين؟ على ناصية الشارع الصغير، كانت الساعة حوالي 7. وبعدين ازاي ايه؟ ازاي اتعرفت بيها؟ اتفضل. كنت سايق عربيتي بعد غدوة قعدة حلوة عند جماعة أصحابي، في السكة لقيت الآنسة واقفة بتشاور بصباحها كده، فهمت إنها طالبة توصيلة. ما أصل الحركة دي بقت موضة اليومين دول. طبعا سعادتك عندك عربية وعارف. مروقة مني وقفت لها، فتحت الباب قلت لها اتفضلي، راحت راكبة على طول. كداب كداب كداب. أرجو من سعادة النائب حماية موكلي من تهجم الآنسة، وانا مندهش لاستدعاء موكلين. انا شايف ان الموضوع احنا لسه ما دخلناش في الموضوع. ارجوك تهدي يا انسه. وبعد ما ركبت معاك ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل دايما بين اي شاب وفتاه قبلوا بعض في سكه او في عربيه، تعارف، شويه اسئله بايخه. بعدين سالتها انت رايحه فين؟ قالت لي اي حته. ما استنتش انا، قلت لها ممكن تيجي عندي، انا ساكن في فيلا محندقه، لكن القعده فيها تجنن. ضحكت وقالت لي انت باين عليك عفريت شايف. مش ممكن، مش ممكن، انت مش انسان، انت لا يمكن تكون انسان. ارجوكي يا انسه، ارجوكي تمسكي اعصابك. من حق المدعى عليه ان يدلي باخواله. كمل يا استاذ راشد. ولا حاجه. بعد ما المؤاخذة اديتها اللي فيه القسمة، وبعدين وصلتها لحد ميدان الدقي واديتها اجره تاكسي. اخرس سافل سافل، انت مش قليل فيك القتل.
انا لو اقدر كنت دبحتك بايديا دول. ربنا ينتقم منك يا لهب جبان. انا يا فندم بطلب حمايتي من طول السنه. انا بطلب الحمايه. ده انسان مفتري دلوقتي بيحاول يشوه سمعتي. قتلني من 3 اسابيع ودلوقتي عاوز يتهمني مني. سعادة النائب، أنا بعد أن اطلعت على اتهام السيدة المبين في أقوالها أرجو أن يسمح لي بتفسير قصير أعتقد أنه سيكون فصل ختام. أرجو أن يسجل كاتب التحقيق كل كلمة سأقولها، لأن ما سأمليه عليه سيكون ردا على كل الادعاءات الكاذبة الباطلة الموجهة ضد موكلي. هذا إذا سمح سعادة النائب. المدعية ميرفت حسني مصطفى اعترفت في أقوالها بأنها ركبت مع موكلي المدعى عليه بكامل حريتها وإرادتها. معنى هذا أنه لم يرغمها على أن تركب معه، وهي باعترافها هذا تتم 24 من عمرها السعيد المديد إن شاء الله بعد أيام. فهي إذن بالغة سن الرشد، يعني راشدة وعاقلة وتملك أمر نفسها، وهي لكل هذا تتحمل تصرف البالغين الراشدين العقلاء. وهي إن كانت جادة في ادعائها، لما لم تبلغ النيابة عما وقع عليها من اعتداء ليلة أن تم الاعتداء عليها؟ أين كانت خلال هذه الأسابيع الثلاثة التي انقضت منذ أن اعتدى عليها موكلي كما تدعي حتى اليوم؟ من هنا يتبين عدم جدية التهمة التي تحاول المدعية إلصاقها بموكلي ظلما لتحقيق غاية في نفسها. بهذا أطلب حفظ البلاغ والإفراج عن موكلي بلا ضمان ولا كفالة. ولأن البلاغ المقدم ضد السيد راشد عبد الغني من المدعية ميرفت حسن مصطفى لا يتضمن جريمة يعاقب عليها القانون، حيث أنها باعترافها ركبت سيارته برغبتها دون أي إرغام أو ضغط أو تهديد، وحيث أنها بالغة وراشدة وتملك أمر نفسها وتستطيع أن تفرق بين ما يجوز وما لا يجوز، فإنها تتحمل نتيجة ما تقدم. وأقفل المحضر في تاريخ حيث كانت الساعة. هو ده القانون؟ أدام هو ده القانون يبقى فعلا عندكم حق. أنا ركبت معاه عربيته برغبتي، وأنا فعلا رشيدة أملك أمر نفسي وأقدر أفرق بين الصح والغلط. عشان كده عندكم حق والقانون كمان معاه، ولازم اتحمل نتيجة غلطتي ولازم اتحكم. يعني نفدت زي الشعرة من العجين. كويس قوي. طب بقى يا راشد وارجع عن السكادة. هو اللي فيه ده بيبطلوا يا حافظ اخواتي. يا راشد يا راشد اهمت بقى، المرة دي جت سليمة، محدش ضامن المرة الجاية هيحصل ايه؟ يكون البوليس مراقبك ولا تقع في واحدة تكون مستبيعة أكتر من صاحبتنا ست ميرفت دي. ما تخافش على أخوك يا حافظ. يعني مش ناوي تبطل؟ يكونش قصدك يعني إني أتوب وأتجوز؟ وليه لا؟ بعد كل اللي عملته؟ آه. حافظ يا أخويا، هقولك على حكمة تنفعك في حياتك. قول. تضمن منين إن كاس الويسكي ده مش مغشوش؟ مسك؟ سكة. سيبك بقى من اللي فات وخليني احكي لك على عصفورة جديدة. عصفورة تاني؟ ايوه، بس دي حاجة تانية، بنت ما حصلتش. مش جميلة وبس، لا، عيلة، اخلاق، اصل. ياه، يعني بنت مش من اياهم. طب ما تدخل بقى البيوت من ابوابها ما دام الامر كذلك. طب وقبل ما ندخل من ابوابها مش نجرب شبابيكها الاول؟ ان طبت يبقى دار ما دخلك شر، وان ما طبتش هموت ناقص عمر يا حافظ اخويا. ياه، للدرجة دي؟ اسكت، بقالي شهر براقبها، حتة بنت تجنن يا حافظ، تجنن. كل اللي قدرت اعرفه عنها انها طالبة في كلية الحقوق، الليسانس، يعني على وش التخرج، ولبسها ومظهرها
تحس ان اهلها ما بيعزوش عنها اي حاجه. البنت وشها وش ملاك وجسمها ربنا ما يوريك. محمود مش ناوي تتغدى ولا ايه؟ ليه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة يا سيدي بقت 2:15. زمان عصمت جاية، نبقى نتغدى سوا. عصمت النهاردة مش راجع غير الساعة 4، آخر محاضرة لها. ناوي تموتنا من الجوع بقى لحد ما ترجع يا ست عصمت؟ ايه؟ ابتديت تغير يا هانم؟ لا هغير ولا حاجة يا سيدي، بس هنموت من الجوع. وعلى فكرة أنت لازم بعد الغداء تنام لك على الأقل ساعة ولا اتنين عشان عزومة النهاردة، ولا نسيت؟ عزومه؟ عزومه ايه يا ترى؟ عيد جواز سميه هانم والدكتور خليل الليل. وده العيد الكام يا ترى؟ ال25. ال25؟ ياه والله دي ناس بالها رايق قوي. اخس عليك يا محمود، معنى كده انك مش ناوي تحتفل بعيد جوازنا ولا تلاقيك ناسي التاريخ كان امتى؟ انسى ازاي بس يا سميحه؟ ده انا من يوم ما اتجوزتك وانا بعمل لك عيد جواز في قلبي كل يوم. يا بكاش، قصدك تقولي يا عجوز فشر؟ ما تقولش كده، فتحت نفسي. نتغدى بقى. قوانين الاجراءات الجنائيه كما سبق القول في المقدمه العامه هي تلك التي تتضمن القواعد الشكليه، اي القواعد التي تنظم جهات القضاء الجنائي وتحدد اختصاص كل منها، غير انه يوجد بعض أنواع من القوانين الجنائية أثارت خلافاً بشأن صفاتها، وهل هي من قوانين الشكل والإجراءات أم من القوانين الموضوعية؟ ونشير بذلك على وجه الخصوص إلى القوانين المتعلقة بالتقادم في المسائل الجنائية. بقولك إيه لو سمحت يا دكتور، بس بالنسبة شوفي بس الحتة دي بالنسبة للفقرة اللي هنا بتقول مش يلا يا لولا. أسمع. ايوه دكتور، انا قريت البحث بتاعك، كنت عاوز اتناقش معاكي فيه. تحت امرك كده. طب تعالي معايا المكتب. بقول لكم الاولى على الدفعه وبامتياز. مش يمكن في الجنائي بس. اسمى طول عمرها الاولى يا عز، طول عمرها مصممه تبقى معيده في الكليه. البركه في الدكتور اسماعيل. انا قصدكوا ايه؟ قصدنا واضح، الدكتور اسماعيل. ايه بقى الدكتور اسماعيل دي؟ دكتور اسماعيل قد ابوها وبيعملها زي ابوها بالظبط. الحب ما عرفش سن وما هوش حرام، والدكتور اسماعيل ما دخلش دنيا لغايه دلوقتي. ايه وبقى ايه المانع؟ يا سلام يا ساتر عليكم، اقول ايه بس؟ اهو ده بقى مجتمع الحقد والقرشنه. الواضح من البحث انك ركزتي اكتر من اللازم على الجوانب الانسانيه. انا ما اقدرش اجرد المتهم من صفته كانسان يا دكتور، ده الى جانب ان القانون ده اجتهاد شخصي. يمكن عدم اطلاعك على بعض المراجع المهمة هو اللي خلى بحثك يتجه الاتجاه ده. أنا بنصح إنك تقري كتاب الدكتور محمود مصطفى وكتاب الدكتور علي راشد، وكمان أحب تقري كتاب الدكتور رؤوف عبيد عن جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال في قانون العقوبات المصري. أمرك يا دكتور. أنت طالبة ممتازة، بس لمضة شوية، البحث ده يخلص الليلة، يعني بكرة الصبح يكون عندي. ايه يا دكتور؟ انا شايف انك قدها ودود. بكره الصبح باذن الله هيكون البحث عند حضرتك. معقوله هتلحقي تخلصي له البحث الليله؟ ده تحدي يا ليلى، ده انا كنت ناويه اجي اذاكر معاك. لا بلاش الليله، انا عاوزه اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي في البيت. تتصوري طلب مني اقرا 4 مراجع. حليني قبل ما تلاقي تاكسي، ما تتوضعي مره تتحشري معانا في الاتوبيس. ايه يا بنات، حد يحب توصيله؟ جيت في وقتك يا دكتور زكي، مع اني عارفه اني مش في سكتك. ده كلام برضو يا عصمت، اتفضلي اركبي معانا يا ليلى. لا معلش، انا بقى مش في سكتكم دول اتنين. معلش، ما انا هوصلك انت الاول وبعدين اوصل عصمت. لا معلش، اصل عصمت مستعجله النهارده، انا بقى مش مستعجله. ايه يا دكتور زكي، انت مش عارف ليلى ولا ايه؟ دي مختها سعيد. ربنا يسامحك، انما الواحد لازم يعمل حساب مجتمع النميمه. نميمه في عينيك يا عقل. يلا يا دكتور. اتفضلي. باي باي. النهارده بس حسيت ان في امل.
أصل شفتها النهارده واحد بيوصلها بعربيته. طب مش يمكن خطيبها؟ لا، تحرياتي بتقول لي لا. يا ولد تحرياتي، تحرياتك بقى دي وصلت لغايه فين؟ عرفت هي مين؟ يعني ابوها مين وبيشتغل ايه؟ وعرفت انهم ناس متريشين. تبقى بنت مين في مصر يعني؟ لا يا حافظ، دي مساله ضمير ودي اسرار عائلات، وانا راجل عندي ضمير. لا يا ولد حلو قوي ضمير دي، عندك اخلاق. ثم انا ما اثقش في حد ابدا، خصوصا انت بالذات. لا فيدي عندك حق، انا بالذات، انا بقى بالذات بعد ما سمعت كل اللي انت قلته عليها ده، انا مستعد اعرف بس هي تبقى مين وعنوانها فين وعليها النعمه اروح اتجوزها. تتجوز مين يا ولد؟ بقول لك شفتها راكبه مع واحد في عربيته. وده معناه ايه؟ معناه انها بنت مش كويسه؟ لا، معناه انها ممكن تركب معايا في عربيتي. يا ولد وثق من روحك انت قوي. تراهن؟ اراهن. طب مش هخليك تعرف عنها اي حاجه، بس هخليك تشوفها بعينك وهنا في اوضه النوم. يا ولد لما تطب اعمل لك تليفون وخليك تيجي تشوفها بعينك، بس علق الرهان الاول. ايه الحلاوه دي كلها؟ والله بابا ده معذور. ما تحاوليش تضحكي عليا بكلمتين، احنا متفقين من الصبح. على ايه؟ على انك هتخرجي معانا الليله دي. يلا حبيبتي يلا البسي بسرعه وضبي نفسك. حقيقي يا ماما مش حق، ورايا بحث لازم اخلصه النهارده. ده كلام برضو يا عصمت. سميه هانم وجوزها عارفين انك جايه معانا، وكمان هم عازمين ناس وعايزين يشوفوكي. ناس مين بس ماما؟ بلاش غلبه، يلا يلا البسي بسرعه. يعني ما حبكتش المذاكره غير دلوقتي؟ ما تسيبيها على راحتها يا سميحه. محمود الرجاله ما لهمش دعوه بشغل الستات. مش فاهم. انا فاهمك يا سيدي، تعالى معايا. وانت يا حبيبتي يلا حاولي تلبسي بسرعه. يا ماما الدكتور اسماعيل هيزعل قوي لو ما اديتلوش البحث بتاعه ده بكره. يا دي الدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ لا، ما دام الدكتور اسماعيل يبقى لازم تسيبيها. انا حاسس ان الراجل ده بيراعيها واخد باله منها زي ما يكون ابوها تمام. بالظبط يا بابا. خلاص يبقى مش هيزعل منك بكره لما تعتذري له، خصوصا ده بحث يا حبيبتي مش امتحان. يلا يلا البسي بسرعه يلا بقى. يو بقى جريه سميحه، والخروج بالعافيه. اصلك ما انتش فاهم، سميه هانم فيه ناس كلموها علشان عصمت، والناس دول موجودين النهارده في الحفله وعايزين يشوفوا البنت. ده برضه اسمه كلام. انا ما دللش على بنتي، ثم انها ما بتفكرش الا في مستقبلها وبس. طيب بس البنت هتتخرج السنه دي ان شاء الله، وبرضه الجواز مستقبل يا محمود. نشوف الناس لو عجبونا كان بها، ما عجبوناش يبقى خلاص الجواز اسمه ونصيب. يلا انت بقى تحلق دقنك وتسرح شعرك وتلبس وتتشيك على الاخر. ايه هو في ناس اتكلمت علينا كمان ولا ايه؟ Thank you.
الواحد ما بقاش حمل السهر يا سميحة. لا بس السهرة كانت حلوة قوي، مش كده يا عزمة؟ كده يا ماما. انت لسه متضايقة يا عزمة؟ اهو الدكتور اسماعيل شافك معانا في الحفلة واكيد هيعذرك بكرة. على فكرة طلع راجل طيب قوي وشخصية جذابة زي ما قلتي. تمام يا عزمة، ده كمان اداني نمرة تليفونه، الظاهر هنبقى اصحاب. اه بس انا سمعت انه راجل عازب. لا يا ماما، دكتور اسماعيل شخصية محترمة جدا. باين يا عزمة، انا بقول نبقى نعزمه مرة عندنا هنا في البيت على فنجان شاي. وانا بقول ننام بقى، يلا كل واحد على اوضته. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. انتي ونقلة روح بقى. يلا بينا. خير وصباح الخير. اها انت كنت سهرانه طول الليل ولا ايه؟ شايفه ايه؟ شايفه ان كده حرام، صحتك يا بنتي. هانت يا جد، كلها كام اسبوع واتخرج. جد بابا وماما لسه نايمين ولا حد فيهم صحي؟ لا لسه نايمين، بس ده معاد صحياني الهاني. ده نعم. انا داخله اوضتي، اوعى تقولي لحد اني كنت سهرانه طول الليل، فاهمه؟ حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. جبتي الورد؟ وده حاجه تتنسي، الورد في المطبخ. طيب طيب. اوعي تفتني. اوعي. يا اختفتني على حاجه عدله. روحي انت اغسلي وشك. انا ما حسيتش بنفسي، يا دوب حطيت راسي على المخده ورحت في سابع نوم كده. طب والبحث؟ بحث ايه بس يا محمود؟ شفتي بقى يا ماما، انا ما اقدرش على زعلك ابدا. بس انا ملاحظه ان وشك تعبان شويه، يمكن تكوني مرهقه. ابدا بالعكس،
ده انا حتى النهارده حاسه بنشاط غريب. طبعا طبعا النوم مهم. انا نازل، مش عايزك تتاخري النهارده يا عزم. يعني حسب المحاضرات. عايزه حاجه سميحه؟ عايزه سلامتك يا محمود. على فكره ما تنسيش تطمنيني على حكايه البحث. ها حاضر يا بابا. الشاي عادي. آسف يا أنسة، الدكتور إسماعيل بيقول إنه مش هيقدر يقابل حد لأنه مشغول دلوقتي. إزاي؟ قلت له إن أنا اللي طالبة مقابلته؟ أيوه طبعًا. طب لو سمحت يا عم إبراهيم، إديله الورق ده وقول له إن هو ده البحث اللي كان طلبه مني. من عينيا يا أنسة. البنت دي هيبقى لها مستقبل هايل. مين دي يا فندم؟ عصمت. عصمت عامله بحث ممتاز يا دكتور زكي. عصمت. عصمت دي من احسن طالبات الدفعه يا دكتور. بس انا المستغرب له، امتى خلصت البحث؟ عنيده. بنت عنيده. يا فندم. لا مفيش حاجه. ممكن من فضلك علبة فيتامين؟ فيتامين ايه؟ سي. لا بي. بي كومبلكس. بس توصل الكومبلكس. الو؟ ايوه يا عزم. اهلا يا وحشة. معقول يا عزم؟ يعني هتأخري. الساعة كام؟ معقول برضو ما انتش عارفة؟ المحاضرة بتخلص الساعة كام؟ 7؟ طيب. طيب يا حبيبتي. عصمة. أبن. إيه مالك؟ مبوزة ليه؟ أبن. بس أرجو إن البحث يكون وصل لحضرتك. وقريته. ويا ترى إيه رأي حضرتك فيه؟ ممتاز. ممتاز يا عصمة. بالظبط زي عزفك على البيانو. وطبعا سافرت طول الليل تشتغلي فيه. يبقى من حقك انك تروحي دلوقتي. باين عليكي الارهاق. معلش لازم اكمل بقيه المحاضرات. اخر محاضره عندكم ايه النهارده؟ الدكتور نور الدين. انا يا ستي اخد لك اذن منه. لا ابدا مفيش داعي. انا مش حاسه بتعب. عن اذنك يا دكتور. ابي سلميه على بابا. يوصل. اهلا يا زكي. اهلا. فعلى خلاف ما يتم في المجتمع الوطني، حيث يعتبر التشريع أو القرار الإداري أهم وسيلة تباشر بها الدولة نشاطها، نجد أن الدولة تشترك معها في إبرام المعاهدات الثنائية والجماعية. وهذا ما يدعونا إلى أن نبحث في مقدمة قصيرة للأعمال الدولية ايه مالك يا عزكم؟ ومن الواضح ان هذا النشاط احسن هيغمى عليه. هو الحال في القانون الداخلي اجي معاك. لا خليك انت. الدولة أو تقرير لحالة معينة لاحظت الدولة وحدها. Thank you.
خير يا انسه؟ في حاجه؟ لا مفيش، الظاهر انها دوخه بسيطه. طب اتفضلي تعالي. ما تخافيش يا انسه عسما، ما تستغربيش، انا مش غريب، انا معرفه الوالد دكتور محمود فهمي. اتفضلي هوصلك بعربيتي، طمني انت بخير. اتفضلي 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 ارتاحي. انت بخير، ده بس يمكن نتيجة ارهاق. شوية كولونيا عشان تفوقي. شم شم، خدي نفس جامد قوي. شمي شمي حافظ. كويس ان انا لقيتك يا حافظ، خسرت الرهان يا بطل. العصفورة وقعت. ايوه حياتك. ها؟ لا اوعى تيجي دلوقتي، خليك جدع حافظ، بلاش الحركات دي، اوعى تيجي دلوقتي. اه طبعا اخليك تشوفها بعينك يا حافظ، عينك ما تشوفها الا النور. اوه يا حافظ، يلا بسرعة بقى تبقى سقيل، هستناك. يلا قبل الفرن يفوق، مع السلامة. المناسب انت امك دعيالك، مش عايز اسمع صوت، خليني اخرجك من هنا على خير. مجرم ما لحقش يوصل لبره. انت بخير، انت بخير يا انسه.
انا شفت كل حاجه من ساعه ما دخل بيك هنا. لازم اخرجك من هنا حالا. لمي حاجه بعدين في السكه هبقى احكي لك على كل حاجه. خدي حاجه بسرعه، جاي صاحبه اللي كلمه في التليفون يوصل في اي لحظه. يلا بسرعه. خير يا عم فرغلي؟ خير مين؟ يا نهار ابيض، ما انت شايفني؟ انا حافظ. حافظ العتب على النظر يا ولدي. العتب على النظر. لا والله رشيد عرف ينقي، ما بتشوفش المسائل انت خالص. معايا لقيت الكرسي زيادة اعرف ربنا. هو انت حرامي؟ بس حرامي جدع عنده ضمير مش زي الكلب اللي متلقح قدامك ده. ايه ده؟ وشك حلو. يلا بينا. هنخرج ازاي؟ انا درست البيت كويس، اصل انا ناويله من زمان. هنطلع من المطبخ على باب الوراق. طيب. يلا بينا. رقبتي انا معاكي لحد ما نوصل للعمار، بس على الله نلاقي تاكسي. انا متشكره. انا حرامي صحيح، يمكن باذي الناس في جيوبهم في فلوسهم، لكن شرفهم لا. مش برضه تفرق؟ انت مش ممكن تكون حرامي، انت اكيد انسان. انا اب. انا عندي بنت ماليش غيرها، ملهاش غيري بعد المرحوم ماما. بنت؟ دي حكايه طويله، مش وقتها دلوقتي. تعالي. لازم اسيبك هنا، حاولي بقى تلاقي تاكسي. انت هتمشي؟ ايه لسه خايفه؟ ما تخافيش، انا هقف بعيد هبقى شايفك. مش همشي الا ما تركب التاكسي. متشكره. ابعد انا بقى. انا مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اشكرك ازاي. انا هطلب منك خدمه واحده. اطلب اللي انت عاوزه. هي نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. مره تانية اوعي تركبي مع واحد في عربيه حتى لو وراكي بتطو، ولقيتي قدام خانه الوظيفه انه بيشتغل نبي. الزمان ده ما عادش فيه انبياء. الانبياء عمرهم ما بيركبوا مرسيدس ولا بيجو. حاضر، دي اخر مره. توعديني؟ اوعدك، ويا ريت اقدر ارد لك الجميل ده. الدنيا صغيره قوي يا انسه، مين عارف يمكن في يوم من الايام تقدر ترد الجميل ليا ولا بنتي الصغيره رشا. رشا؟ ايوه. اتكلي على الله. يلا يلا امال.
كلمي صاحبتها لالا في التليفون، اسالي عليها. دلوقتي بس بدات تقلق يا محمود. مش هي اللي مكلمك في التليفون وقايله لك اخر محاضره هتخلص الساعه 7؟ مستني ايه بس يا سميحه؟ ما تروحي تسالي عليها، يمكن بتذاكر عندها. طيب حاضر حاضر، اهدى بس. ده برضه اسمه كلام يا بابا. ما انت عارف تاكسيات و... عن اذنكم اسمع. مالك يا اسمع؟ ابدا مفيش. فين بوصلت بابا؟ انا عارف كل حاجه. عارف؟ عارف ايه؟ امبارح بالليل قلقت من النوم وشفتك، وعرفت انك سهرانه للصبح عشان البحث، عشان كده واضح عليك الارهاق. فعلا انا حاسه اني تعبانه قوي. خدودك سخنه زي النار، وعينيكي حمره، واعصابك تعبانه. تخش تنامي على طول. حاضر. عصمت العشاء جاهز يا حبيبتي. معلش يا ماما ماليش نفس. هتنامي من غير ما تاكلي؟ اصل اكلت سندوتش في الكليه. سيبيها تنام احسن، النوم جايزه ليها. يلا يا بنت على السرير. صباح الخير. وانتي من اهل؟ بنت اعصابها تعبانه قوي ومرهقه. كله منك يا محمود. ايه من انا؟ ايوه انت اللي مدخل في دماغها تبقى استاذه ودكتوره ومين عارف ايه كمان. دي بنت وحيده، احنا حالتنا غيرها. على فكره سميه هانم زعلانه مننا عشان ما ردناش بخصوص العريس، وبتقول انه هيتجنن على البنت. طب ودي حاجه تزعل؟ خليه بقى مجنون عصمت على وزن مجنون ليلى. Thank you.
رفعناها يا فندم. محضر المعاينة واستدعى الطبيب الشرعي. ممنوع انصراف أي شخص دلوقتي. حاضر. أكيد زمانهم بيدوروا على بصمات كل اللي كان موجود في مكان الحادث. أنا مش فاكرة إذا كنت لمست أي حاجة في الأوضة. أنا كنت مخدرة. مش ممكن الإنسان يتهم إلا إذا كان مشكوك فيه أو له علاقة بالمجرم اللي اتقتل. أنا محدش يعرفني وعمري ما كان لي علاقة بالمجرم ده. يا رب انت عارف اني بريئه وعلشان كده انقذتني. يا رب استرها معاي. يا رب يا رب زي ما بعتلي ابن الحلال اللي انقذني ما تفضحنيش. انا عمري ما اذنبت في حق حد. مش ممكن انسان بالضمير ده يكون حرامي او مجرم. قد كده كان انسان رقيق وشهم. انا عارف ده هو ده الشخص الوحيد اللي يعرف حقيقة اللي حصل. مش يمكن يطلع انسان مش كويس ويهددني بعد كده. رؤوف ادخل يا ابني. انت سهران لسه عادي يا ابني؟ مكتوب على الجبين يا استباهية. يا ابني افتكر ربنا وابعد عن السكه دي بقى. ربنا يسمع منك. لكن مين يقدر يهرب من اللي مكتوب له؟ اللي يدور على الحلال يلاقيه يا ابني. الاقيه ازاي وانا صورتي في صحيفه السوابق طويل عريضه؟ ما انت عارفه كل حاجه. ربنا رحمته واسعه يا ابني. انا ما مدش ايدي واقول حسنه لله. اهي دي السكه اللي قدامي. وعملت ايه بالحرام ده؟ الحرام ده عمره ما يدوم ابدا يا ابني. فضيها بقى سيره. قولي لي رشا ازيها؟ نايمه يا ضنايا وما بطلتش سؤال عنك ابدا. ده انت بقالك 3 ايام غايب عنها يا ابني. ما انت عارفه كل حاجه يا استباهيه. أنا كنت مكسوف أجيلك إيد ورا وإيد قدام. ده كلام تقوله برضه يا سراوف؟ ده أنت خيرك وخير أهلك سابق عليا. أنت يا ستي اللي خيرك عليا وعلى أهلي، ربتيني وأنا صغير. ودلوقتي أنت اللي شايلة عني حمل رشا. رشا دي بنتي يا سراوف. وبنت الغالية الله يرحمها. خدي دول. يمكن رشا تكون محتاجة حاجة. رشا محتاجة لك أنت يا ابني. دي مالهاش حد في الدنيا غيرك. ربنا يتوب عليك يا ابني. ويش فيك يا رشا يا رب. مالك يا عزمة؟ انت تعبانة؟ لا لا ابدا انا كويسة. انت مش هتروحي الجامعة النهاردة؟ لا قصدي انا هقعد في البيت النهاردة اذاكر. احسن يا حبيبتي انت محتاجة الراحة. محمود ما تنساش تجيبلها معاك شوية فيتامينات. محمود الله انت مش معانا ولا ايه؟
فعلا. اصل في حكايه غريبه قوي هنا في الجورنال. انما خير؟ حادثه اكل. اكل مين؟ ايوه كده ساره، بتوع القانون. شايفه كلمه الاكل بتلفت نظرهم ازاي؟ تمام زي كلمه المرض ما بتلفت نظر الدكتور والصيدلي. لا صحيح يا محمود، ايه حكايه الحادثه اللي مكتوبه دي؟ حادثه فظيعه خلتني ابتديت اقلع على عزمي. انا لازم اجيب لك عربيه واعلمك السؤال. وايه علاقه العربيه بالحادثه اللي في الجورنال؟ اصل القتيل يا ستي كان واحد من اللي بيركبوا معاهم البنات في العربيات بطريقه الاوتو ستوب، وهم شاكين ان البنت اللي قتلته من اللي بيركبوا معاها. وعرفوا مين هي؟ لا لسه، الحادثه حصلت امبارح بس. قصدي يعني شاكين في واحده معينه؟ مش واضح، بس كاتبين هنا حاجه غريبه شويه. ايه؟ وقد ادلى صديق القتيل المدعو حافظ عبد الرحيم للنيابه ببعض المعلومات الهامه عن فتاة كان القتيل وقد أخبره تليفونيا بأنها بصحبته قبل أن يلقى مصرعه مباشرة. يعني ما قالكش أي معلومات عنها؟ لا، كل اللي قاله الله يرحمه إنها طالبة في الجامعة. جامعة إيه؟ أي كلية؟ أعتقد جامعة القاهرة، كلية الحقوق. ما قالكش اسمها؟ لا. طيب في أي سنة؟ أعتقد إنها كانت على وش التخرج. يعني ليسانس؟ ايوه في الليسانس. طيب ما قالكش عن عنوانها؟ يعني ما تذكرش اي حاجه ممكن تدل عليها؟ لا، هو كل اللي قاله الله يرحمه انها بنت حلوه وجميله وعيلتها عيله كويسه. ما قالكش اي حاجه عن العيله دي؟ يعني اسم ابوها، مهنته؟ لا. ده اللي فرغلي جنايني. وبسؤال الجنايني الخاص بفيلا القتيل أقر بأنه شاهد هذه الفتاة بصحبة القتيل ليلة الحادث، وأنه اصطحبها معه إلى داخل الفيلا. يا بيه أنا راجل أخاف ربنا. صحيح أنا شفتها معاه، لكن شكلها إيه وهي مين ما خبرش. مش ليك عينين بتشوف بيها؟ إزاي ما تفتكرش شكلها؟ يا بيه أنا راجل نظري ضعيف، وهم كلهم زي بعض. كلهم مين؟ اصل بلا ما اخذ البيه بتاعنا كان غاوي الوظاويز الصغيرين. خليك مهدم. كانت لابسه ايه؟ كانت لابسه حرمه. عارف، لكن لون لبسها كان ايه؟ الدنيا كانت عتمه وانا ما عرببش بالليل. سمعت صوتها؟ لا بسمع لهم صوت ولا حس ولا خبر، كانوا متويين. يعني يعني البيه بتاعنا كان يدخل يا اما مسند الست يا اما شايلها شيل. ما انا كنت قلت لسعادتك قبل كده ان دي كانت طريقته اصله. الله يرحمه كان بيخدره. يعني ما عرفوش هي مين؟ ضروري هيوصلوا لها. هي بنت من ايام النقعد عاده معروف زي البوليس. المعروف ازاي؟ شخصيه وضيعه زي شخصيه القتيل ده لازم اللي تقتله تبقى زيه، خصوصا انه مكتوب هنا إن القتيل سرق منه فلوسه وساعته وحاجات تانية، والنيابة بترجح إن الهدف من الجريمة هو السرقة، يبقى 100% هيلاقوا البنت. أكيد هيلاقوا لها بصمة. صباح الخير. صباح النور يا فندم. تقرير الطبيب الشرعي وده تقرير خبير البصمة. دلوقتي قابل رياض به كامل وكيل النيابه، يمكن دلوقتي هيصدقني اكتر، يمكن دلوقتي هيعرف ان عداله ربنا اكبر بكتير من عداله القانون. الانسه مرفت حسنين؟ ايوه انا المقدم فاروق الحسيني.
على حضور المفاجأة، بس أنا معايا أمر من نيابة باستدعاء الأنسة ميرفت لسؤالها في تحقيق بيتم حاليا. على كل إن أنا متهيأ لإني عارفة سبب استدعاء للتحقيق. أنا تحت أمرك. أنا آسف، لكن الظاهر حظك كده. إحنا ما متقابلش غير في مناسبات مش ظريفة. لكن ممكن تعتبري مقابلتنا النهارده مجرد إجراء روتيني ومش هناخد من وقتك كتير. أنا تحت أمرك يا فندم، وتحت أمر القانون والعدالة. أظن قريتي في الجرائد عن الحادث. عشان أوفر على سيادتك أي مقدمات، أظن أنا مطلوبة هنا للاشتباه. إحنا لسه، وأنا الوحيدة اللي بلغت عنه قبل كده، وأنا الوحيدة اللي هددته بالقتل، وهنا قدام سيادتك. أيوة. يبقى شيء منطقي انك توجه لي تهمة قتل راشد عبد الغني، بس ده شرف ما كان ليش حظ ان نايله يا فندم. عاوزين نعرف بالظبط كنت فين ليلة الحادث ما بين الساعة 7:30 و9:30 مساء. كنت مع امي في عيادة الدكتور عباس مرتضي في باب البوق، وادي لوجيتا ومكتوب فيها التاريخ بخط ايده كمان. من عيادة الدكتور نزلنا على أجزخانة الجمهورية، كان في دواء تركيب، انتظرنا لغاية ما يخلص، يعني مشينا من الأجزخانة الساعة 10 مساء. ختم الأجزخانة موجود على الروجيتا بنفس التاريخ. مبدئيا أنا مصدقك، لكن كإجراء روتيني برضو لازم ناخد بصمتك، وبعد كده تقدري ترجعي البيت بالسلامة. ما تستغربيش يا أنسة عزمة، أنا مش غريب، أنا معرفت الوالد دكتور محمود فهمي. قال لي اسم بابا يعني يعرفه. طب ازاي بابا لما شاف صورته ما عرفوش؟ جايز نسيه. طب لو طلع انه يعرفه، وجايز كمان يعرف حافظ صاحبه. عصمت، عصمت. ساعة ما شفتك الصبح وانت مش عجباني. مالك يا عزمة؟ مفيش يا بابا، حقيقي مفيش حاجة. احنا طول عمرنا اصحاب، ولا هنبتدي نخبي على بابا؟ الله، مالك يا حبيبتي؟ قولي مالك. مش عارفة يا بابا، تعبانة، تعبانة ومتضايقة، متضايقة اوي. قولي لي ايه اللي مضايقك؟ مش عارف، مش عارفه يا بابا، مش عارف. يعني مفيش سر مخبيه على باباكي؟ صاحبك وحبيبك؟ حبيبي يا بابا. صارحيني، قوليلي. مفيش، مفيش. طيب طيب، خلاص خلاص يا عزم، اهدي يا بنتي. بترهقي نفسك في المذاكره زياده عن اللزوم، انت لازم تنامي. انا هديلك حبايه صغيره تخليكي تنامي على طول، بكره الصبح ان شاء الله هتصحي زي الحصان. يا ريتني اقدر اقول لك الحقيقه، يا ريتك تعرف كل حاجه يا بابا. الهرم الاخبار، الهرم الاخبار، حسما زين، الاخبار والجمهوريه، حسما زين، الاخبار والاهرام، حسما زين، الاخبار والجمهوريه.
عصمت نازلة بدري ليه النهارده؟ والله ما انا عارفة يا محمود، يمكن يكون عندها محاضرة الصبح. يا ترى ايه أخبار عريس سمية هاني؟ وإيه المناسبة؟ مش عارف. أنا لأول مرة في حياتي بحس إن بنتي عصمت كبرت. الله بكرة تفرح بيها وبولادها ويقولوا لك يا جدو. حتى الوردة الحمراء بتاعت كل يوم بقت تنساها. ما تزعلش. أجيب لك وردة حمراء؟ قبل ما نبتدي محاضرة النهاردة كنت عاوز ألفت نظركم لموضوع حادثة المهندسين اللي نشرتها الجرائد اليومين دول. أكيد معظمكم قرا تفاصيل الحادثة. أنا عاوزكم تكتبولي تحليل الجريمة دي ملابساتها، دوافع القتل والتكييف القانوني للحادث ورأيكم في القاتل على ألا يزيد البحث عن 10 صفحات. ودلوقتي ممكن نبتدي المحاضرة. هي بقى لها 3 أيام ما بتجيش يا فندم. ما حاولتيش تسألي عليها؟ هتصل بيها في التليفون النهارده. فاهميها ان الامتحانات قربت وضروري تيجي المحاضرات الاخرانيه. حاضر يا دكتور. بيقولي لي على البحث اللي قلت لكم عليه النهارده. حاضر يا فندم. وبيطمنيني عليها لو فيها اي حاجه. حاضر. الو، اهلا اهلا، اخيرا سمعنا صوتك يا دكتور اسماعيل. خير ان شاء الله. عصمت ايه مال؟ غريبه نزلت قدامي راحت الكليه الصبح. جايز كنت تعبت رجعت تاني. على كل حال متشكر قوي. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. Thank you.
يا صباح الخير. صباح الكل يا صباح الهنا. انت امتى؟ مشيت امتى؟ اقول لك الحق، والله ما انا فاكر ناولين الجورنال. ناولي ناولي على مهلك يا ابني، هحضرلك التحفه. هو حاجه عشان عصافير بطن بالصلصه ونام على لحم بطن. حاضر يا ابني. وقررت النيابة العامة حفظ التحقيق في الجناية الخاصة بمقتل السري راشد عبد الغني، وقد قيدت الجناية ضد مجهول. نادى 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 وحشاني يا دادا، يا حبيبتي يا دادا. ازيك يا دادا؟ ازيك يا دادا؟ بخير يا ست عاصم؟ خير. في ايه؟ اوعي تقولي انك نسيتي الورد. ورد؟ اه وردة الصباح يا دادا، انت نسيتي ولا ايه؟ انا برضو اللي نسيت. معلش يا ست عاصم، من بكره ريما ترجع لعادتها القديمه. اوعي تنسي بقى يا دادا. يا قمر يا سكر انت. انا نازله بقى، اتاخرت قوي على الكليه. باي ماما. باي بابا. باي. مع السلامه. سكرت بولها. باي مع السلامه. الحمد لله. بابا. رشا. صباح الخير يا بابا. تعالي. صباح النور يا احلى رشا في الدنيا. اول مره اصحى الصبح ولقيت صحي يا بابا. ودي اول مره احس ان الصبح حلو قوي يا رشا. اه تبقى لازم هتفسحني معاك النهارده. بقول لك ايه، بلاش النهارده، النهارده عندي مشوار مهم قوي قوي. طيب. ده رايك يا رياض؟ الراي الاخير لسيادتك يا فندم. بس كده المساله هتاخد وقت طويل قوي. سيادتك عارف شغلتنا عايزه صبر. الخطه اللي انا راسمها اكيد هتوصلنا للهدف، ومهما طال الزمن لازم عليا. يعني انت لسه بترجح انها قاتله مش قاتل؟ على العموم انا موافق على اي خطوه تتخذها، وربنا يوفقك. متشكر يا فندم. انت كنت فين؟ ده كل كليه كانت بتسال عليكي، خصوصا ان الامتحانات قربت. ما هو انت بقى هتديني كشاكيلك انقل كل اللي فات؟ لا قولي لي الاول، خلصتي البحث اللي طلبه الدكتور اسماعيل؟ بحث ايه؟ بتاع قتيل المهندسين. ده كل الطلبه قدموا بحسن، ما فاضلش الا انت يا عصمت. بكره بكره ان شاء الله هبقى اجيبه معايا. انا الظاهر حسدتك، كنت جاي مفرفشه واخر تمام. ايه اللي جرى؟ سهمتي مره واحده. بقول لك يا ليلى، انا ريقي ناشف وهروح اشرب كوبايه شاي في البوفيه، وخايفه ااخرك. سيبي لي كشكول الاجراءات انقل منه، وروحي انت الحق المحاضره. طب ما انت كده هتفوتك المحاضره. ما هو البركه فيكي بقى. يلا 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 عشان تلحقي. طيب راجعلك بعد المحاضره. باي. مستنيك تحت كوبري الجامعه ضروري. اسمع لما اقولك، اذا كنت فاكر انك ممكن تستغل الظروف اللي حصلت تبقى غلطان. انا ممكن جدا. ظروف ايه يا انسه؟ انا اللي عايز اعرفه يعني ايه تجيلي الكليه، وعرفت منين ان كليه الحقوق، وعاوز مني ايه بالظبط؟ من الجرايد عرفت ان المتهمه طالبه في كليه الحقوق. متهمه؟ عشان كده انا جايلك النهارده. ايوه كده، وضح غرضك، اظهر على حقيقتك. من فضلك سيبيني اتكلم واسمعيني كويس. أنا مش لسه هظهر على حقيقتي. أظن أنت أكتر واحدة تعرف حقيقتي كويس. إذا كنت فاكرة إن أنا جاي أهددك أو أستغل ظروفك تبقي غلطانة. مش أنا يا أنسة. ما تنسيش إنك ليلة الحادث كنت قدامي، وكان ممكن أستغل الظروف دي كويس قوي. بس أنا إنسان عندي ضمير. طبعًا من حقك تندهشي لحضوري وتسألي عن السبب. أنا يا أنسة قريت الأخبار في الجورنال النهاردة، وعرفت إن النيابة حافظت التحقيق. كنت جاي اهنيكي، وفي نفس الوقت
بتحذري. خبر حفظ التحقيق بيبقى خبر سعيد لكل اللي له علاقة بالحادث، لكن بيبقى أصعب قرار على النيابة والبوليس، لأن معناه الفشل في الوصول للقاتل. أنا من خبرتي ما أظنش إن الحكاية كده تبقى انتهت. يعني إيه؟ يعني برضو خليكي على حذر، لسه قدامنا وقت. على الأقل لما النيابة والمباحث يفقدوا الأمل وينسوا الموضوع، الحكاية هتفضل لسه سخنة بالنسبة لهم. أيوة، بس أنت عارف إني بريئة. وأنا؟ أنا ماليش علاقة بيك. تفتكر؟ ربنا يعلم قد إيه أنا كنت قلقان عليك الأيام اللي فاتت. أنا أكتر واحد يعرف إحساس الإنسان لما يقع أول مرة في حياته في ورطة كبيرة زي ورطتك. عشان ما أكونش كداب، أنا برضه كنت قلقان على نفسي. كنت دايما بعذرك. هم لو كانوا وصلوا لك كان لازم هتعترفي بالحقيقة. معنى كده إنك حدليهم عليا أنا. أنت بتقولي؟ محدش في الزمان ده بيضحي عشان غيره يا أنسة. ساعتها ما كنتش حلوة. عشان كده أنا جاي لك النهاردة. قصدك إيه؟ أنا اللي قتلت رشا عبد المنعم. أنت مالكيش ذنب في اللي حصل. لازم تقولي الحقيقة. أوعي تكذبي. أوعي تداري عليا. أنا أعرف مصيري. اللي زيي مهما طال الوقت مش هيقدر يهرب من قدره. عرفتي بقى إن أنا مش جاي أهددك؟ أنا كان نفسي تعرفي عني اللي ما تعرفيهوش، علشان ما أفضلش في ذهنك رؤوف الحرامي وبس. اسمك رؤوف؟ أيوة يا أنسة. عصمت؟ يا أنسة عصمت، أنا أوعدك عشان تطمني. عمري ما هجيلك ولا هتشوفيني تاني. بالعكس، أنا دلوقتي مطمنة لك أكتر من الأول. صحيح يا أنسة؟ صحيح يا رؤوف. يبقى ده هيخليني أتجرأ وأطلب منك تشوفي بنتي رشا. يوم الجمعة هنستناكي في كازم النيل الساعة 11، أنا وبنتي رشا. لو ما جيتيش يبقى أنسي كل حاجة. تأكدي عمرك ما هتشوفيني تاني. لابد أنه كان هناك شخص ثالث، وهو الذي ارتكب جريمة القتل. فليس في إمكان فتاة ضعيفة ونصف مخدرة أن تقتل وحشا آدميا في حجم القتيل. إن هذا الشخص الثالث من المؤكد أنه هو الذي ارتكب الجريمة بدفع السرقة في المرتبة الأولى، ولا بد أنه لص محترف. أنا كان نفسي تعرفي عني اللي ما تعرفيهوش، علشان ما أفضلش في ذهنك رؤوف الحرامي وبس. من الجائز أن يكون القاتل صديقا للقتيل أو جناين الفيلا، ومن الجائز أن يكون أحد العاملين في مزرعة القتيل. إن زميلتكم عصمت بترى في نهاية البحث أنه لا يمكن لأي محقق يتناول هذه الجريمة أن يهدر افتراض وجود شخص ثالث قام بارتكاب جريمة القتل. والأرجح أنه لص. كانت السرقة هي هدفه الأول فاضطر لارتكاب جريمة القتل. عصمت بتقول كمان إنه التركيز على البحث عن الفتاة هو في تقديري مضيعة للوقت وإفساح للفرصة أمام الجاني الحقيقي لطمس معالم الجريمة. قومي يا عصمت. أنا بطلب منكم إنكم تحيوا زميلتكم عصمت على بحثها وتحليلها الرائع للحادث. برافو يا أنسة عصمت. أهو اللي يقرأ بحثك ده يا عصمت يتهيأله إنك كنت موجودة في مكان الجريمة لحظة وقوعها. خير يا دكتور زكي. أنا كنت عاوز أخد من وقت ستك ساعة ونص ساعة عشان أعرض عليك موضوع مهم أوي. الحقيقة أنا مرهق أوي النهاردة يا زكي، ممكن نأجلها اليوم تاني. بس أصله موضوع شخصي ومهم أوي. إيه ناوي تتأهل؟ يعني يبقى الموضوع عاوز قاعدة على رواقة يا دكتور، نخليها بكرة. أمرك، عن إذنك يا دكتور. أصمت.
خير يا عصمة؟ في حاجة؟ أبدا، بس كنت عادي. تعالي نتكلم في المكتب. سيادة الدكتور العميد موجود. أيوة يا فندم. كنت عاوز أطلب من حضرتك لو أقدر يعني أخد البحث بتاعي. طبعا ليكي حق تبقي معتزة بيه، ده بحث ممتاز يا عصمت. أصل كنت بفكر أنسخه على الآلة الكاتبة، وطبعا هرجعه لحضرتك تاني. أرجوك سيبيلي أنا الموضوع ده، وبالمناسبة دي تسمحيلي أقدم لك الهدية الصغيرة دي. ما تكسفيش، إن شاء الله تكتبي بيه رسالة الدكتوراه، ولو إني ظاهر مش هلحق أشرف عليها. ليه يا دكتور؟ ليه حضرتك بتقول كده؟ والله يا عصمت أنا كنت عاوز أخد رأيك في الموضوع ده. ما تستغربيش، أنا من يوم ما عرفتك وأنا حاسس إن مخك أكبر من سنك، عشان كده مش عيب إن أستاذك ياخد رأيك. خير يا دكتور؟ أنا ناوي أسيب الجامعة. إيه؟ ما تتخضيش، أنا أصلي حاسس إني أديت واجبي في التدريس، وحاسس إنه أنا الأوان عشان الواحد يفكر في نفسه شوية. السن بيجري بالواحد يا عصمت. ما تقولش كده يا دكتور. أنا مش هسيب القانون، أنا هتفرغ للمحاماة، والحمد لله عندي عروض كتير من شركات ومؤسسات، ده غير اللي هيبعته ربنا. وفي حاجة تانية. لا يا دكتور، لا. لا إيه؟ أنت عارفة إيه هي الحاجة التانية؟ أنا بفكر أستقر يا عصمت. ولا تفتكر إن واحد في سني يعتبر خلاص فاته القطر؟ قطر؟ قطر إيه يا دكتور؟ الجواز. تفتكري هلاقي اللي ترضى تتجوز واحد في سني؟ أولاً سن إيه يا دكتور؟ ده مليون واحدة تتمناك. ثانياً ده أحسن كلام حضرتك قلته النهاردة. يعني موافقة؟ موافقة على الأخرانية، إنما تسيبنا وتسيب الكلية لا لا. اتجوز الرقاصة صاحبته، أمي ماتت، قالوا يا ميا حادثة، بس الحقيقة إنها انتحرت. كانت أول صدمة ليا، أنا كنت متدلع قوي. أبويا ما هموش إن أنا أسيب التعليم، يا دوب خدت الثانوية العامة بالعافية. بعد ما ماتت أمي بدأت مراته تبعدني عنه، وبدأ هو يحرمني من حاجات كتير. وعشان تبعدني عنه أكتر خلته يجوزني واحدة قريبتي من البلد، بعدها طردتني من البيت أنا ومراتي. كان لازم أعيش وأصرف، لكن هو كان كتب لها كل اللي حلته. في ليلة سودة أنا وواحد صاحبي حلت في عينينا عربية سرقناها فسحنا بيها. آخرة الفسحة كان السجن. مراتي ماتت وهي بتولد رشا، طلعت من السجن ما لقيتش الا رشا. طلعت ومعايا صحيفة ثوابت. وهو ابويا مات من 3 سنين. ومراته
خانت اللي وراه واللي قدامه. عليا النعمه انا ما اعرف هي فين دلوقتي. بيقولوا سافرت بره من زمان. ما كانش قدامي غير اني استمر في السكه الغلط عشان اعيش واصرف على بنتي بعد ما سددت في وشي كل السكه. مش قادر اسالك اذا كنا هنشوفك تاني ولا لا. اكيد رشا هتوحشني، ما تتصورش قد ايه انا حبيتها. وهي كمان. بس الامتحانات قربت ودي اخر سنه وانت عارف يعني. انا عارف. تاكدي اني مش هحاول اتصل بيكي مره تانية. متشكره يا رؤوف، اشوف وشك بخير. مع السلامه. باي باي. صباح الخير. اطلع يا اسطى. سعيد يا بابا. سعيد يا ماما. وليدة فين يا عزم؟ ابدا، رحت الكوافير وبعدين عديت على ليلى ذاكرت معاها شويه. عصمت. نعم يا ماما. ليلى سألت عليك في التليفون. يا سيدي ألف مبروك. أيوة أنا شفت النتيجة بنفسي، قلت أكون أول واحد يبارك. الأولى طبعا معيدة إن شاء الله. مبروك يا عزم. الأولى. الأولى يا سميحة. الأولى يا حبيبتي يا عزم. مبروك. 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 مع السلامة. مبروك. عقبال ما أفرح بيكي. ألف مبروك يا دكتورة. عصمت. انا كنت جاي ابارك بمناسبه قرار تعيينك معيده معانا في الكليه، وكمان عشان متشكره قوي يا دكتور. هنبقى زملاء مش كده ولا ايه؟ طب استاذن انا. مبروك يا انيس عصمت. الله يبارك فيك. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كان ابن حلال وطيب. بس الزياره دي غريبه، ده لسه مبارك لي في الكليه. هي صوره؟ يا ستي اعتبري جاي يبارك لي انا. هتسأل على ايه؟ دي هي اكتر واحدة عارفاه، الدكتور زكي بيدرس لها في الجامعة. كان قصدي يعني. انا رأيي ما تستناش حاجة ونخلص الموضوع بصراحة. انا بقول ناخد رأي الدكتور اسماعيل الاول. بلاش حجج يا محمود، البنت واتخرجت والدكتور زكي ومعاها في الجامعة، واكيد هيساعدها في الدكتوراه بتاعتها اللي انتوا مصممين عليها. مش فاهم يا دكتور محمود. ايه يا راجل؟ بقى معقول اني ما خدتش رايك في الحكايه دي؟ هو مين؟ الدكتور زكي. اصل سيدي جاني امبارح وطلب ايدي عصمه. زكي؟ ايه؟ هو ما كلمكش؟ لا. قصدي كان فتحني. انا يهمني قوي رايك يا دكتور. اني بعتبرك اب تاني لعصمه واثق فيك وفي حكمتك.
زكي انسان لا غبار عليه. انا يهمني اخلاقه. هو سمعته في الجامعه ممتازه. زكي من تلامذتي. هو ده المهم. وما دام من تلامذتك وانت بتزكيه يبقى خلاص. يعني ضروري حكايه الفيش والتشبيه دي النهارده؟ ما انت عارف انا الوحيده اللي ما قدمتوش لغايه دلوقتي. يعني كنا اجلنا الحكايه دي لبكره عشان تيجي معانا وتنقي الدبل بنفسك، وخصوصا الشبكه والدبله الالماس. البركه فيكم وانا واثقه بذوق ماما. امرك. صلصحوا دفعة السنة دي يا فندم. صلصحوا دفعة السنة دي. رأيك يا طنطي؟ باين عليها حلوة قوي. ولا لما تشوفيها من جوه. يلا يا طنطي اتفضلي. متهيألي هي دي فيلا راشد. اتفضلي اتفضلي يا فرغلي. فرغلي تبقى هي فرغلي. الجنين اسمه فرغلي، اسمه كان مكتوب في الجورنال. يا ألف مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يلا فرغلي افتح لنا باب السرايا. اتفضلوا بيا. يا مرحبا. مالك يا عصمت؟ في ايه؟ لا مفيش يا ماما، بس مش شايفه يعني انها مقبضه شويه. ابدا يا حبيبتي ابدا، دي حتى الجنينه جميله قوي. تعالي تعالي معايا. تعالي اتفضلي يا حبيبتي. شايفين الريسبشن برح ازاي؟ وإلا لما تجيبوا الموبيليا بتاعتنا والديكور يتغير هيبقى أجمل. اتفضلوا أوضة النوم من هنا. اتفضلي يا فندم. هي أوضة النوم يا فندم. تعالي عايز ما تشوفي أوضة النوم. اتفضلي. مش عاجباكي؟ ما انا قلت لك يا ماما دي مقبضه قوي. بالعكس يا عصومه، دي شرحه قوي. تعالي يا فندم. الشباك ده بيطل على الجنينه. لا وايه؟ هواها بحري وبيشرب وكمان ما فيش جنان. ايه رايكم؟ ايه رايك يا عصومه؟ ايه رايك يا طنطي؟ مش نقطه؟ طبعا. انا اصلي ساكن في المنطقه هنا من زمان ومنظر على السرايا دي، وهو ربنا نولني وان شاء الله تكون من نصيبك. سلمي جدع الضمير زي الكلب المتلقح قدامك ده. عصومه مالك حبيبتي؟ جرى ايه؟ شوفي بقى يا ماما، انا مش هسكن في الفيلا دي. انا مش هسكن في الفيلا دي. ليه بس؟ هو ايه الحكايه يا حماتي؟ بتقولي انها مقبوضه منها. هو انت عندك فكره عن الفيلا دي قبل كده؟ لا طبعا لا. حاجة غريبة. ايه هو الغريب بس؟ اصل اذا كان احساسها كده يبقى لازم اقول لكم الحقيقة. ما تتكلم يا زكي، ايه هي الحقيقة؟ اصله طبعا معجزة ان الواحد يلاقي فيلا زي دي فاضية في الزمن ده وبالايجار المعروضة بيه ومن غير خلو كمان، الا اذا كان في سبب. ايه هو السبب؟ ما تقوله. قول لهم انت يا فرغلي. اصل المرحوم صاحب الفيلا مات من 3 أشهر تقريبا، وطبعاً حضرتك عارفة إن فيه ناس هتخاف وتتشائم. بس دي خرافات خرافات يا طنط. أيوة بس مات إزاي؟ مقتول طبعاً. بيتهيألي كده من لهجة عم فرغلي.
مش كده يا عم فرغلي؟ تمام يا ست هانا، مات مقتول في اوضه النوم. يبقى عندك حق يا عصمت كده برضو يا زكي. طب يلا بينا، يلا بينا يا حبيبتي. العكس يا سميح، بالطريقه دي تبقى المشكله اتحلت. مشكله ايه بس يا محمود؟ شقه كبيره زي دي اللي كانت عصمت عاوزه تسيبنا لوحدنا فيها. حد يا اولاد برضه يسيب شقه زي دي؟ معقوله؟ دي شقه لقطه. لا وايه؟ تحفه تحفه يا انت. خلاص، اكبر اوضه واحسن اوضه نفرشها لكم من جديد، واعتبروني انا ومحمود ضيوف عندكم. ده كلام يا طنط، ده انتوا الخير والبركه. خلاص يا ست عصمت، بكره الصبح ان شاء الله ننزل انا وانت عند بنت رومني، واحسن اوضه نوم عنده نشتريها. انا قلت ايه؟ ايه رايك يا زكي؟ اللي تشوف، انا موافق على اي حاجه تقولها يا انكل. قلت لها عن المفاجاه الثانيه يا محمود. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ اتفضلي يا ستي عشان تغيظي زكي. دي مفاتيح العربية اللي وعدتك بيها، بس على شرط تروحي بنفسك تجيبيها من الأجنس. انت عارفة انا معرفش اسوق عربيات. طب ما اروح اجيبها بنفسي يا ام كده. ميرسي يا احلى بابا في الدنيا. مبروك يا دكتورة. مش نتكلم بقى في ميعاد كتب الكتاب. انا شايف انه خلاص مفيش اي مشاكل. ومستعجل على ايه؟ ده انا مستعجل. مستعجل قوي قوي قوي. عيد ميلاد عصمت 4 شهر اللي جاي، ايه رايكم نعملوا عيد ميلاد وكتب كتاب في يوم واحد؟ انا موافق على اي حاجه يا طنط وعلى كل حاجه. اهلا الله يبارك فيك. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا شرفتونا. مبروك يا عيد. مبروك يا هو الدكتور اسماعيل ما جاش مع حضرتك؟ معلش اصله كلمني في التليفون وبيعتذر، قاعد في البيت عنده برد. اتفضلي. عن ايه؟ امين امين. مبروك يا سيدي. الف بركه. مبروك يا وكيل. الف بركه. مبروك. الف بركه. مبروك يا عصومه. مبروك. متشكرين قوي سيدي، متشكرين. الف سلامه. متشكرين. مبروك. ميرسي يا رب. الله يبارك فيكي. الف مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك يا وجه. متشكرين يا سيدي. يا حبيبتي. اتفضل. مبروك يا حبيبتي. فندم. دكتور محمود فهمي؟ ايوه فندم. انا المقدم فاروق الحسيني مباحث القاهره. شرفنا يا فندم. اتفضل. سيادتك ورد لانسه عصمت فهمي المعيده بكليه الحقوق. ايوه يا فندم. زي ما سيادتك شايف، النهارده عيد ميلادها وكاتب كتابها في نفس الوقت. ايوه يا سياده المقدم. اي خدمه؟ معايا امر من السيد رياض كامل وكيل النيابه باستدعاء الانسه عصمت فهمي. نيابه؟ مطلوب استجوابها. ايه حكايه؟ انا مهمتي منحصره في احضار الانسه. سياده المقدم، انا ارجوك تتكلم تقول لي ايه الحكايه. صدقني ما عنديش اي معلومات ممكن اقولها لسيادتك. عصمت ان شاء الله خير يا فندم، بس لو سمحت لي كنت قلت انها موجوده مش كده؟ ايه يا فندم موجوده، بس ارجوك تديني يعني فرصه صغيره عشان ابلغها، وكمان اقدر اتصرف في الموقف الحرج اللي انا فيه ده. زي ما سيادتك شايف المعازيم مفهوم يا فندم. اتفضل حضرتك وانا هنتظر هنا. شكرا. خليك انت مع ضيوفك.
هو في ايه يا بابا؟ ارجوك قولي في ايه. ايوه طبعا هقولك، ولوني اعتقد الموضوع فيه سوء تفاهم او الاسم واضح في امر النيابه يا فندم. نيابه؟ عزت انت عملت حادثه بالعربيه الجديده؟ امال ايه الحكايه؟ بابا بابا انا عزت قولي قولي في ايه؟ في حاجه؟ ايوه في حاجه، وجي الوقت اللي لازم اقول لك فيه على كل اللي حصل. بعد اذنكم يا فندم انا هنتظر بره. عن اذنك. في ايه يا محمود؟ في ايه يا عصمت؟ مفيش حاجه يا سميحه. لا في، وافضل ان ماما تبقى موجوده وانا بحكي على كل اللي حصل. و من فضلك يا ماما تندهي زكي. زكي؟ ايوه يا بابا، النهارده بالذات لازم زكي يعرف كل حاجه. الجوازه اللي تمت من دقايق مصيرها كله مرتبط بان زكي يعرف الحقيقه. انت بتقولي ايه يا عصمت؟ ما تخافيش يا ماما، عصمت بنتك زي ما انت عارفاها دايما. من فضلك اندهي زكي. بابا انا في كل اللي هقولهولك مجني عليا في الاول وفي الاخر، وبعد ما هقولك على كل حاجه هنروح النيابه. بس من فضلك يا بابا عايزاك تكلم الدكتور اسماعيل، عايزاه جنبي هناك. برافو يا رياض، خطتك نجحت. انا كنت واثق من كده يا فندم. امال ايه اللي خلاك تستنى المده دي كلها؟ خبير البصمات ذكر في تقريره انهم لقوا على حرف السرير 5 بصمات، يعني كف واحدة. كان واضح من نحافة البصمة انها الواحدة مش لراجل. شهادة البواب وحافظ صديق القتيل اكدوا انه راشد كان معاه بنت، وقال حافظ انه البنت دي طالبة في ليسانس حقوق جامعة القاهرة. ما كنتش اقدر استدعي كل طالبات الليسانس عشان الحق معاهم، لو كنت عملت كده كانت سمعة بنات كتير هتتهز. كل اللي عملته إني أخدت بيان بأسماء الطالبات دول وقلت أنتظر تخرجهم. أكيد بعد تخرجهم هيطلب منهم ضمن أوراق التعيين أو حتى الخدمة العامة الفيش والتشبيه، يعني كان لازم كل بنت تدي بصماتها. في الحالة دي هنضاهي البصمة دي ببصمة الكف اللي عندنا. وده بالظبط اللي حصل. طول عمري بقول إنك رجل نيابة ممتاز. تلميذك يا فندم، واللي حصل ده بفضل تشجيع سيادتك. وانا ما انساش انه موافقه سيادتك اننا ننشر في الصحف خبر غير حقيقي عن انتهاء التحقيق وقيد الحادث ضد مجهول كان له فضل كبير في انجاح الخطه. ايوه ايوه موجود. طيب مع السلامه. البنت وصلت مكتبك يا رياض. طيب استاذن انا. طيب بالتوفيق وهنيك مره ثانيه. شكرا. مع السلامه. زكي طه العيال هيوصل بيتهم يغير ويجي على طول. زكي مش جاي يا بابا. يعني ايه؟ انا متاكده انه مش جاي بعد اللي عرفه. انا مش مستغربه من موقفه، لان ده اللي انا كنت منتظراه منه. يا بابا الموقف اللي انا فيه يبين حاجات كتير كتير قوي. انا اسف للموقف ده. الانسة ممكن تتفضل هنا؟ انا محمود فهمي دكتور صيدلي ووالد عصمت. اتفضل. اظن نقدر نفتح المحضر، وارجو من الانسة انها تساعدنا. انا تحت امرك. مساء الخير. انا الدكتور اسماعيل الريدي المحامي. غني عن التعريف يا فندم. هو في حد ما يعرفش الدكتور الريدي؟ العفو يا سياده النائب، ولو ان ده هيشجعني على مواجهه الموقف الصعب اللي وقفات المستي الانسه عصمت. احنا شاكرين حضورك يا دكتور واسفين على الازعاج. لا ابدا، انا عرفت كل حاجه. عرفت؟ ايوه،
زكي فات عليا وحكى لي الحكايه. زكي؟ ايوه يا اسمع زكي، احنا كنا على وشك بدء التحقيق يا دكتور. خد اجراءاتك يا سياده النائب، ولو اني كنت عاوز اوفر عليك مجهود كبير واسئله كتير هتوجهها للانسه عصمت. ازاي يا دكتور؟ اول كل شيء احب اتاكد من التهمه الموجهه لموكلتي. النيابه بتوجه للانسه عصمت محمود فهمي تهمه قتل المجني عليه راشد عبد الغني. لو المتهمه حكت لسعادتك القصه من اولها وبكل التفاصيل فده هيوفر علينا كتير. ده الى جانب مستند هام وبخط ايدها. المستند ده انا بقدمه للنيابه، هتلاقي فيه تفسير للكثير من النقط اللي يمكن تكون غايبه عننا كلنا. ده بحث بايد الانسه عصمت، كنت طلبت منها انها تكتبه عن التكييف القانوني لحادث مقتل راشد عبد الغني. ده طبعا بعد ما اتنشر الخبر في الجرايد. ارجو من النيابه الاطلاع عليه ودراسته وضمه لملف التحقيق. افتح المحضر. الاسم بالكامل. عصمت محمود فهمي. وقلت عليه ان هو اللي قتل راشد عبد الغني، هو اللي هربك من الفيلا ومشي معاكي مسافه طويله. يعني معنى هذا انك تقدري تتعرفي عليه لو شفتيه او شفتي صورته. دي صور لبعض المشبوهين، تقدري تتعرفي عليه بينهم؟ المشبوهين على المتهمة أبدت عدم تعرفها على اللص المشار إليه. طيب لو قدرنا نجري عملية عرض، يعني لو أحضرنا بعض الخطيرين من اللصوص وشفتيهم قدامك، تقدري تطلعيه من وسطهم؟ أيوه. لكن إحنا مش هنقدر الليلة نجمع مجموعة الخاطرين المعروفين للمباحث، علشان كده هنأجل العملية دي لبكرة الساعة 1 بعد الظهر. إجراء سليم يا سيادة النائب. لكن يا دكتور إحنا مضطرين مع الأسف الشديد للقبض على المتهمة عصمت فهمي لحين استيفاء التحقيق. إيه؟ قبض؟ يا سيادة النائب أنا بريئة. أنا اللي مجني عليا مش المجرم اللي اتقتل. يا سيادة النائب، الأنسة عصمت معيدة في كلية الحقوق، يعني لها كيانها الاجتماعي وسمعتها الجامعية، وأنا شخصياً مقتنع ببراءتها، ووالدها دكتور صيدلي وشخصية معروفة، ومفيش داعي أوضح لسيادتك إيه اللي ممكن يحدثه أمر القبض عليها بالنسبة للرأي العام وفي المحيط الجامعي، وخاصة أن التهمة لها جانبها الجنائي وجانبها الأخلاقي، وبناء عليه فأنا أؤكد لسيادتك أن والدها وأنا مستعدين للتوقيع على أي تعهد بإحضار الأنسة عصمت في الوقت اللي سعادتك حددته. وأنا مش في حاجة أذكر سعادتك أنها لا تزال واحدة من أفراد الأسرة القانونية، والأمر متروك للنيابة للإفراج عنها حتى ولو بسداد الكفالة المالية. النيابة ما عندهاش مانع. قررنا نحن رياض كامل وكيل النائب العام الإفراج عن المتهمة عصمت فهمي بضمانة والدها الدكتور محمود فهمي
على أن تحضر في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر الغد لإجراء عملية العرض القانوني على المتهمة، وأقفل المحضر في تاريخ حيث كانت الساعة. صباح الخير يا رؤوف. أهلا سعادة البي. خير؟ عايزينك تشرفنا شوية. مش جديدة. طب قدم. الله، طب أنا مالك عليها شوية؟ وأنا هطير. بابا بابا تعالي يا حبيبتي. أستاذة عزمت، ممكن تتعرفي على الشخص اللي ذكرتيه في التحقيق بين المجموعة اللي قدامك دي؟ أحاول يا فندم. اتفضل. عشان ما تظلميش نفسك او تظلمي حد، ارجوك تعيدي العرض تاني وحاولي تركزي وتفتكري كويس. حاضر. رياض كامل وكيل النائب العام بالقبض على الآنسة عصمت محمود فهمي، وذلك أقدر أعرف من سعادتك أسباب القرار ده؟ الأسباب واضحة جدا يا دكتور إسماعيل. الآنسة عصمت معرفتش توصل الدليل الوحيد على براءتها. جايز الذاكرة ما سافتهاش، وجايز انا كان اعتقادي انه سعادتك مقتنع بكلام موكلك. على اي حال، على اي حال ده اجراء قانوني لابد منه، وجايز الفتره الجايه تنعش ذاكره المتهمه، وجايز تنبهها لخطوره الموقف اللي هي فيه. انا اسف جدا، سيادتك راجل قانون وهتقدر موقف النيابه. شوف عيني بقى، عيني مالها قبل ما تاكل يا حبيبي، شوف عيني مالها قبل
فهمي. تعالي. اشرب الليمون ده. أنا مقدر الموقف الصعب اللي أنت فيه، لكن الشيء الوحيد اللي مطمني إني عارف ومتأكد إنك بريئة، علشان كده عاوزك تساعديني قبل الموقف ما يتعقد. عصمت، رياض كامل من أذكى رجال النيابة اللي عندنا، أنا عارفه وعارف إنه إنسان عنيد مش هيسيب القضية غير لما يوصل المجرم الحقيقي، وأنا كمان عاوز أوصل له. أسمع، أنا يهمني إنك تخرجي من هنا، يهمني أوي، أرجوك ساعديني، أرجوك. مين هو الحرامي اللي قتل راشد؟ ما تحاوليش تقنعيني انه ما كانش موجود في العرض اللي تم امبارح. حضرتك بتقول ايه؟ المسألة مسألة ذكاء. موقفك امبارح قدام المتهمين يؤكد انك تعرفي واحد منهم، وهو ده اللي قتل راشد. تأكدي انه ده كان شعور رياض كامل. ودلوقتي جاوبيني، مين هو الشخص ده؟ وليه خبيتي انك تعرفيه؟ ما هدلك بحاجة؟ عصمت، انت لازم تساعديني، انت بتخبيه حاجة والحاجة دي مهمة وهي مفتاح الموقف. مين هو الشخص ده؟ معرفش معرفش. انا لولا اعرفك كويس كنت شكيت في حاجات كتير. ما تحاوليش تقنعيني انه الشخص ده ما كانش موجود في عرض امبارح. كلمي يا عصمت، ارجوك كلمي. أرجوك كفاية كفاية بقى. أرجوكي أنتي فكري بمستقبلك، في سمعتك، لو في أي تهديد خايفة منه لازم تقولي عليه. أنا أستاذك والمحامي بتاعك والوحيد اللي ممكن يحافظ على سرك. أنا بريئة يا دكتور، وربنا عارف كده، وما دام ربنا عارف كل حاجة أنا ما يهمنيش حد. سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. منزل الدكتور محمود فهمي. ايوه فندم. سيادتك. ايوه انا. ممكن سيادتك تمديله على الاشاره؟ اشاره؟ اشاره ايه؟ ورقه طلاق غيابي من الدكتور زكي وهداني. يا ستي يا حبيبي، اصمت بريئه يا زكي. وايه اللي خلى واحده بريئه تركب مع واحد زي راشد وتروح معاه الفيلا وتدخل لغايه اوضه النوم؟ اصمت ما كانتش في عيالها، كانت مخدره. وافرض ان هي دي الحقيقه، انا عمري ما اثق في اي ست يا دكتور. ثم نفرض انها كانت مخدره فعلا، انا ايش عرفت ايه اللي حصل بعد كده؟ زكي شوف يا دكتور، البنت دي بتمثل علينا. انا وديتها الفيلا بتاعت القتيل اللي كنا هنأجرها ودخلت لغايه اوضه النوم، يعني مكان الجريمه. ليه ساعتها ما اعترفتش؟ ليه مثلت عليا وعلى امها؟ زكي انا ما كنتش اتصور ابدا ان يظهر منك الكلام ده، خصوصا في موقف زي ده. خليها على الله يا دكتور. شوف يا دكتور، انا الظاهر ان ربنا بيحبني عشان كشفت لي الحقيقه قبل ما اتورط في الجوازه دي. انا صحيح دكتوراه من فرنسا، بس انا بقى اصلا من البغاله. مال البغاله بقى ومال جاردن سيتي؟ اسمح لي ادخل. اتفضل. اظن فاكرني. ما تاخذنيش، اصل مش واخد بالي. انا اسماعيل الريدي، محامي الانسه عصمت. أظن فاكر مين هي الأنسة عصمت. علشان أفكرك أكتر، أنا والأنسة عصمت كنا موجودين في العرض القانوني بخصوص حادث مقتل راشد عبد الغني. آه
اظن فاكر مين راشد عبد الغني. انا محامي، يعني لا بوليس ولا نيابه، وجاي لك مش بصفه رسميه، جاي لك بصفه انسانيه، جاي علشان اكلمك عن مصير انسانه مستقبلها وحياتها كلها متعلقه على خيط رفيع، جايز تكون بدايته عندك. سيب الباب وتعالى نتكلم بهدوء يا رؤوف. ما تستغربش، انا طلبت من مباحث اسامي وعناوين كل اللي كانوا في العرض، عشان كده عرفت اسمك وعنوانك وجيت اقابلك واكلمك. تبقى حضرتك غلطت في العنوان، الموضوع اللي تتكلم عليه انا ما عنديش اي فكره عنه. متاكد؟ ما انت قلت انك مش بوليس ولا نيابه، لزومه ايه التحقيق بقى؟ امال العرق والارتباك اللي بان على وشك ساعة وقفت عصمت قدامك وبصت لك كان سببه ايه؟ مؤاخذة، كنت حران وزهقان. يمكن زي ما بتقول اكون غلطان، لكن افرض اني مش غلطان، في الحالة دي ابقى بكلم انسان شريف عنده ضمير، انقذ شرب بنت من ايدين مجرم ما عندوش اخلاق ولا ضمير. ويبقى في الحالة دي الانسان ده لازم يعرف انه البنت دي مهددة اكتر من الاول، مهددة بمستقبلها وبسمعتها. عصمت مرمية في السجن مع أرباب السوابق والنيابة رافضة تفرج عنها، مش بعيد بعد كده تقف في قفص الاتهام قدام محكمة الجنايات، ومين عارف يمكن تدفع تمن جريمة ما عملتهاش. أرجوك كفاية كفاية، أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده، وأرجوك اتفضل اطلع بره. رؤوف، اللي يعمل خير مرة لازم يكمله. عصمت لسه محتاجة لك يا رؤوف. إفراج، النيابة اقتنعت ببراءة الأستاذة عصمت. مبروك يا عصمت، ألف مبروك يا بنتي. الفضل في براءة عصمت يرجع للأستاذ الكبير الدكتور إسماعيل. الفضل لله وحده، وعصمت بريئة يا سعادة النائب. مفهوم مفهوم. ودلوقتي تقدري تروحي يا أستاذة عصمت، أنت والوالد، وإحنا آسفين لإزعاجك كم يوم اللي فاتوا. شاكين يا فندم، كتر خيرك يا ابني، كتر الف خيرك. يلا يا عصمت يا بنتي روح. يلا يلا. مبروك يا دكتور اسماعيل، كسبت الجوله قبل القضيه ما توصل المحكمه. بس اللي محيرني ان قرار الافراج عن موكلتي يصدر النهارده بالذات. وايه المانع يا دكتور اسماعيل؟ الخبر المكتوب في جرائد النهارده يا رياض بيه. تجديد حبس المتهمة عصمت فهمي. أقر وأعترف بمحض إرادتي ودون ضغط أو إكراه بأنني قتلت
المجني عليه. راشد عبد الغني. مجرم لسوء حظك اني حسيت بيك وانت داخل من الشباك. اي حركه هضرب بالرصاص. فيه يا بابا. انت ما تخافوش. اشمن طمي وليست النجم. مفيش داعي يا بابا، ده رؤوف. رؤوف؟ رؤوف مين يا عزت؟ ده المجرم الحرام اللي انقذ بنتكم الوحيده. ده الانسان الشريف اللي انقذني من المجرم راشد عبد الغني. انت؟ وايه اللي خلاك تيجي من الشباك؟ مش ممكن تكون جيت عشان تسال. وايه اللي يخليك؟ انا مش جاي اسرق، صدقني انا جاي اقابل انسه عصمت. وايه اللي خلاك تيجي من الشباك؟ كان لازم اجي. انسه عصمت بكلمه منها كان ممكن تعلق رقبتي في حد المشنقه. كنت موجود في العرض اللي عملته النيابه؟ ايوه بابا. وانت ما كانش ممكن ابدا يكون ردي على الجميل اللي عمله فيا اني اقول ان هو اللي. لا متأسف إذا كنت دخلت بيت حضرتك من غير استئذان، إنما ما كانش فيه طريقة غير كده. كنت عارف إن الأنسة عصمت خبت السر اللي بينا حتى على حضرتك وعلى الست الهاني. يعني معنى كده لو كنت دخلت من الباب ما كنتوش هتعرفوني، كنت هسبب لها إحراج كبير. أنت يا ابني عملت فيا خدمة كبيرة أوي. أنت أنقذت شرفي من هنا ورايح. اعتبر البيت ده بيتك واعتبرني أهلك. البيت ده اشرف من انه تدوسه رجل حرامي مجرم زيي. البيت ده يشرفه ان يدخله راجل زيك. اقعد يا روح. معلش معلش انا لازم امشي لاني خلاص. خلاص ايه؟ في صندوق البوست الخاص بسيادتك جواب اعتراف مني ممكن حضرتك تسلمه للبوليس. كده اكون خلصت ضميري واكون خلصت من عذاب كنت هفضل عايش في بقية عمري لو ما كنتش اعترفت بالحقيقة. أنت مجنون؟ ليه كده يا رؤوف؟ بابا أرجوك تقطع الجواب ده. لا يا أنسة اسمت، أنا مقتنع باللي أنا عملته. رشا خلي بالك من رشا. لا لا مش ممكن أسيبك تضيع نفسك وتضيع رشا. أنا هنزل أجيب الجواب وأقطعه. اسمت خليك أنت، أنا اللي هنزل أجيب الجواب وأنت استنى هنا. مين اللي جاي في وقت متاخر بالشكل ده؟ بابا ارجوك ما تفتحش الباب. احرب يا رؤوف احرب. اسمحوا لي انا افتح باب الشقه. انا خلاص ما بقتش خايف من حاجه. لو حد كان غلطان في العنوان هتبقى فرصه ان انا اول مره اطلع من باب شقه مش من شباك. رؤوف تعليمات رياض بيه كامل. احنا مراقبين رؤوف من فتره وكان تفكير رياض بيه انه هيجي هنا وفعلا طلع رايه في محله. محدش بيقدر يهرب من فتره. خلي بالك من رشا. خدوه على البوكس. ما تنسيش
تفاصيل القضية يا حضرات المستشارين، وليس بخاف على عدالتكم أن القتيل راشد عبد الغني، وإن كان قد لقى حتفه المحتوم نتيجة تصرفاته الأخلاقية المشينة، فإن العدالة سياج المجتمع وحارسه، لا زالت تطلب القصاص من قاتله رؤوف عبد الغفار. إن موكلي ليلة الحادث كان ينفذ عدالة السماء ضد رجل تجرد من الشرف والإنسانية. إن الماسل أمام حضراتكم في قفص الاتهام ليس بقاتل أو مجرم، وإنما المجرم الحقيقي هو راشد عبد الغني. أشكر للمحكمة إنها رضيت تسمع كلمتي الأخيرة. أنا معترف بأني قتلت راشد عبد الغني. أنا عمري ما كنت أعرفه ولم أتعمد قتله، لكن لو كنت عرفته قبل الحادثة وعرفت حقيقته كمجرم ما كنتش اترددت لحظة واحدة في إني أقتله مع سبق الإصرار والترصد. أنا في انتظار حكمكم العادل، لكن الكلمة اللي عايز أقولها وعايز كل الناس تسمعها، إن سكوتي بعد الحادثة ممكن يكون أساء لسمعة إنسان عظيمة، إنسانة رفضت تعترف عليا بدافع الوفاء ورد الجميل، إنسانة دفعت الثمن ده كله من سمعتها ومن إنكار كتير من الناس ليها. النهارده أنا بشيل من ثوبها الأبيض الناصع نقطة سودة اتسببت فيها بسكوتي المدة الطويلة دي كلها. ودلوقتي بأعلن وأنا بين إيدين عدالتكم براءة الآنسة عصمت فهمي، وأعلن إنها كانت أشرف وأنقى إنسانة عرفتها في حياتي. حكموني، اعدموني على سكوتي، وصدقوني صدقوني انا مش نادم ابدا على قتل راشد عبد الغني. ولقد رعت المحكمه الظروف التي احاطت بحادث مقتل المجني عليه راشد عبد الغني، والملابسات المختلفه التي ادت الى وقوع هذه الجريمه، والتي ترى المحكمه ان فيها من الجوانب الاجتماعيه والانسانيه ما يدفعها الى الاخذ باسباب التخفيف في حكمها على الجاني رؤوف عبد الغفار. وبناء على ما تقدم فقد حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رؤوف عبد الغفار بالسجن 5 سنوات. رشا بنتي اتطمن، رشا عندنا في البيت واحنا استناك.